يحاول ياخذها براسه فعلا اللي هو ترام، وتطلع الكره منه خارج الملعب، تصبح رامي التماس، توفتنج على رامي التماس، هذا هو توفتنج لاعب بولتون الانجليزي، وهني توماسون رجل الدنمارك الان عند ثلاث اهداف. كرة اللعب على طول وترجع مرة ثانية لما تتخلص، خطرة ويحاول يشوت، توفتنج على طول لعبها اماميها، تلعب ثاني جول، هتف، جول جول جول، صارت صعبة صارت صعبة صارت صعبة صارت صعبة صارت صعبة، والدنمارك الدنمارك وعن طريق دينيس روميدال هذا هو أول هدف له في المونديال هنا بعد ثالث مباراة يشارك فيها، هنا هدف ولا أجمل وواحد من أغلى أهداف الدنمارك. وشوف قد يكون في شك، والله في شك، لا 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 ما في شك أبدا أبدا ما في شك، لأن اللاعب المتسلل ما استفاد من اللعبة، اللي استفاد منها اللي جاي في مكان سليم تماما، وهذا هو على طول دينيس روميدال. وهنا طبعا مارتن أولسن ومايكل لاودروب المساعد كذلك يوقفون فرحا، وضع طبيعي لان الدنمارك الان تتقدم على فرنسا. وسعت الفجوه، كبرت الفجوه، كبرت، لان الان لابد ان تفوز فرنسا بكم؟ ثلاث اهداف على اساس ان هي تروح للمرحله الثانيه.